أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، موازنة 2021 تقدر ب 100 مليار دولار والعجز نحو 40%. في العربي الجديد، انقسام عراقي تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة. في القدس العربي، مسؤول أمني عراقي يقول إن تنظيم الدولة ما زال قادرا على شن هجمات خطيرة. في الشرق الأوسط، إقليم كردستان العراق يقترض لتأمين الرواتب. في العربة اللندنية، تجارة الخمور في العراق مصدر تمويل للميليشيات. في واشنطن بوست، الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي فورين بوليسي، سباق رئاسة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يعكس انقسام الديمقراطيين. الآن إلى المقالات، والبداية مما نشر في موقع كتابات. مقال جاء في مطلعه ما تعرض ويتعرض له العراق من مآسة، موضوع تناوله الكاتب خالد القراغولي في مقالة جاء فيها عشرات الدول الأخرى لابد من أخذ حصتها من كعكة العراق ولو بقضمة، لكن الأهم هو ما الذي يقرره أبناء العراق في المستقبل القريب. فالعراق موزاييك مثبت في هيكل الحضارة العراقية لا يقبل تفرد حتى في قرية من محافظة، فكيف سيكون الأمر إذن والعالم كله ينظر إلى دماء العراقيين وأموالهم وهي تنزف للتخلص من الاحتلال البغيض؟ إن الثأر يبقى حياً مع الإنسان ولا يموت إلا بموته. علاقة العراق اليوم بدول الجوار تحاصرها الثقافة البدوية تلك، ومن خلال قوى سياسية عملت على تعميمها وتعميقها، ليس بالضرورة بقصد الأخذ بالثأر، بل لتوظيف هذه الثقافة لتحقيق أهداف سياسية. فلا أحد من العراقيين لا يعرف مقدار المشاكل مع معظم أو جميع دول الجوار. ولو عدنا بالذاكرة إلى مطلع القرن الماضي وإلى وقت قريب لوجدنا كماً هائلاً من المشاكل والخلافات العميقة وغير العميقة التي تحول بعضها إلى حروب ودماء ومقاطعات وغيرها. لكن السؤال الكبير هو هل يبقى العراق وشعبه حبيس تلك الخلافات والمشاكل وينتظر الفرصة أو يصنعها لكي يأخذ بالثأر بعد كل 20 أو 30 أو 50 عاماً ليصفي خلافاته؟ الكثير من الضباع ينتظرون ما ستسفر عنه المعركة التي يخوضها العراقيون لتحرير العراق من براثن الاحتلال الأمريكي الإيراني اللبناني المرتزقة من كافة دول العالم. ومعركة التحرير لن تكون سهلة، فالمتآمرون وأغلبهم من الداخل يضعون مصيرهم ومصير من يقف معهم على حافة الحسم، فالأمريكيون عليهم إيجاد حل لتسليم العراق للرئيس القادم ليخطط لبرنامج آخر جديد، والإيرانيون عليهم الكشف عن السبب الحقيقي لتواجدهم في العراق بعد اقتطاعهم 40 كيلومتراً من العمق الحدودي البالغ أكثر من 1200 كيلومتر. ويضيف الكاتب موعد التحرير قريب وحلقة الضباع تتهيأ لحروب قد تدوم 100 الأعوام للحصول على حصتها. أمام العراقيين خيار واحد فقط، وهو التصدي لمشروع كبير وخطير جدا سيبدأ بتقسيم العراق وينتهي بتقسيمه إلى عشرات الدويلات المتناحرة، ولا يبقى حينها للعراقيين غير التمر وكبة الموصل، ولله الأمر. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة المدى، وجاء في عنوانه قانون جرائم المعلوماتية وما أثير حوله من جدل. تناوله الكاتب حسين رشيد في مقالة جاء فيها إن هذا القانون حساس جدا ودقيق، وربما يتسبب بكوارث قضائية وعدلية خاصة في مجال الحريات الخاصة
وحرية التعبير وتوجيه النقد لأجل البناء والتقدم. لذلك فإن صياغة قواعد وفقرات القانون تحتاج إلى خبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء الإلكتروني والإعلام الإلكتروني، بل حتى وجوب تخصص القضاء الإلكتروني أو ليكون بشكل أكبر الفضائي. في الوقت الذي ناقش فيه مجلس النواب قانون المعلوماتية، أو كما أعاد تسميته قانون الجرائم الإلكترونية المعلق منذ 2011، فالذي يبدو أن القوى والأحزاب والتكتلات والتجمعات والتحالفات المختلفة على كل شيء اتفقت على قمع صوت الشعب المطالب بالإصلاح والحياة الكريمة. كذلك ثمة خشية وخوف على مستقبل حرية الإعلام الإلكتروني بشكل خاص وحرية التعبير في البلاد في حال إقرار القانون والعقوبات التي تنص عليها مجمل فقراته، في الوقت الذي يغيب فيه قانون الحصول على المعلومة المركون مع غياب قوانين أخرى فيها فائدة للمجتمع العراقي والطبقات الفقيرة وترسيخ للنظم الديمقراطية. قد يكون الإعلام الإلكتروني وحرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي طاغياً على الجدل العام حول إقرار القانون، في حين تم تجاهل أو عدم معرفة باستخدامات أخرى عديدة ومهمة في تسيير شؤون الحياة اليومية، متمثلة بالأمن السيبراني الذي هو عبارة عن أمن الفضاء الإلكتروني الذي بات بفضل ثورة الاتصالات منظومة أمنية وعلماً جديداً تسخره العديد من الدول ومنها دول عربية لتوفير بيئة برمجية وتقنية متطورة وفقاً لقواعد وقوانين ضابطة لحماية الأفراد والدول وتوفير الخدمات العامة. لكن الذي يبدو أن برلماننا العتيد ولجانه المختصة بعيدة عن هذه المعارف التي قد تسهم في تطوير وتقدم البلاد وتوفير الخدمات العامة للناس. ويضيف الكاتب: إذ يفترض بالقاضي أن يكون ملماً بشكل واسع بهذا العلم مع القوانين السارية وكيفية قبول الدعوى وإسنادها إلى قانون العقوبات النافذ أو قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراد تشريعه، وانتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي الذي أقره البرلمان، وتسخير النظم الديمقراطية في ممارسات قمعية. تداعيات مجزرة ناصرية تناولها الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقالة جاء فيها: تتكرر خسارات الصدر وتكبر، ولا يعود يملك ما يجعل حلمه في الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم قريبا منها. أطلق ثوار الناصرية في العراق آخر صيحة لهم في الهزيع الأخير من ليلة السكاكين الطويلة التي ارتكبتها عصابة القبعات الزرق نهاية الأسبوع المنصرم. خاطبوا رجال الأمم المتحدة الذين كانوا ما يزالون يغطون في نومهم أن أنقذونا، فالكثير من الموت والدمار في انتظارنا إذا لم تتدخلوا. لم يرد أحد على صيحات الثوار، واكتفت البيانات الحكومية بتسجيل حصيلة تلك الليلة الدموية، 7 شهداء على الأقل وأكثر من 80 جريحاً، ولم تجرؤ تلك البيانات الصادمة أن تحدد القاتل المعلوم المجهول، لكنها عبرت عن أسفها لما حدث وشكلت لجنة للتحقيق، مضيفة رقماً جديداً إلى عدد اللجان المعنية بوقائع مماثلة والتي تجاوزت 100 من دون نتيجة تذكر. القاتل وحده تجرأ أن يعترف عند صياح الديك بمسؤوليته، مشيداً بأفراد عصابته الذين هاجموا الجوكرية الذين يعملون وفق أجندات خارجية مشبوهة، ولم ينسى أن يطلق تهديده بأن عصابته جاهزة للرد إذا عاد الثوار إلى الساحات. أما رجل الدولة التنفيذي الأول مصطفى الكاظمي الذي طالب الثوار باستقالته فقد تقمص لباس الحملان وزعم أن حكومته التزمت بتعهداتها وحددت موعداً لانتخابات مبكرة، وأن الفوضى والتوتر ليسا في مصلحة أحد، ولم يجرؤ أن يقول أكثر. لكن الثوار عادوا إلى الساحات لأن الثورة لا تعرف أنصاف الحلول وليس في وسعها أن تستسلم. ويضيف السعدون: الناصرية المدينة الجنوبية الوادعة التي سعى الصدر إلى إذلالها وتحجيم ثورتها،
فقد أفرزت حقائق ثلاثا لا سبيل أمامه لنكرانها، أولاها أنها تحولت إلى بؤرة تمد العراق بالأمل في إمكانية التغيير واستعادة الوطن، وثانيتها أنها ظلت وستبقى أيقونة لثورة مستمرة لا تعرف التوقف، وثالثتها أن كل المكائد والمؤامرات التي يحوكها أو يحيكها خصومها ستصبح مع الزمن زبدا يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إلى مقال آخر منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء فيه تداعيات اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة والتوتر حول إيران، تناولها الكاتب شفيق ناظم الغبرة في مقالة جاء فيها أيضا: لقد بدأ العد التنازلي، لكنه في البداية إن التوتر مع إيران مظهر واضح من مظاهر الإمبراطورية الأمريكية التي بنت تمددها على التوتر وصفقات السلاح وخوف الآخرين من الدول المحيطة. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في طهران تعبير عن سعي إسرائيل والولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية. هذا الصراع ليس جديداً، ففي تعبيرات وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين ما يؤكد بأن إسرائيل لديها هوس في منع هذا الاحتمال، رغم حقيقة أنها الأولى نووياً في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الهوس نفسه متوفر لدى اليمين الأمريكي والإنجيليين ومؤيدي إسرائيل. لقد تم اغتيال قاسم سليماني في أواخر 2019، مما يعكس أيضاً طبيعة الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما أن علماء نوويين آخرين تم اغتيالهم في ظل ظروف غامضة. والواضح أن الرئيس ترامب أراد تصعيداً عسكرياً رفضته المؤسسة العسكرية الأمريكية، مما دفع به إلى الموافقة على عملية الاغتيال، لكن الاغتيال يكشف مدى التعاون الإسرائيلي الأمريكي، ففي هذه العملية بصمات الموساد وبصمات أمريكية. لكن لماذا هذه العملية الآن؟ يتضح من أكثر من زاوية أن الهدف الأساسي هو إدارة بايدن من خلال دفع إيران لاستهداف المواقع الأمريكية، مما قد يؤثر على الرأي العام الأمريكي ويصعب من قدرة الإدارة الجديدة على إحياء الاتفاق النووي، إن جعل بايدن غير قادر على العودة للاتفاق النووي الذي سيتضمن في مرحلة لاحقة رفعاً للعقوبات وإعادة تأهيل إيران اقتصادياً وسياسياً هو الهدف الأساسي. ويتساءل الكاتب أيضاً: هل يصل هذا التوتر مع إدارة بايدن إلى نقطة توازن وتهدئة جديدة؟ إلى الشرق الأوسط، وفيها عن قراءة الانتخابات الأمريكية وما أثارته من لغط وجدل دولي، تناولها الكاتب ويل ويلكنسون في مقالة جاء فيها: ربما كان أداء الديمقراطيين سيكون أفضل لو كانت استطلاعات الرأي المتفائلة وتصوراتهم الحزبية المتحيزة لم تضللهم وتدفعهم إلى الاعتقاد بأن رد الفعل العنيف على الفشل الجمهوري الصارخ سيجعلهم يحققون أغلبية سهلة في مجلس الشيوخ. ربما يكون سوء تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكارثي مع جائحة فيروس كورونا المستجد قد كلفه خسارة السباق لإعادة انتخابه، ومع ذلك فإن فوزه كان بعدد أصوات أكثر من أي رئيس حالي في التاريخ الأمريكي، وذلك رغم تقصيره في تحمل المسؤولية في وقت أزمة صحية ودمار اقتصادي قد يحدثان لمرة واحدة في القرن. هو حقاً أمر محير للعقل، فلماذا يبدو الفارق بين ترامب والرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن ضعيفاً للغاية في الولايات التي حسمت فوزه الأخير؟ يبدو أن الديمقراطيين الذين يكافحون من أجل فهم كافة هذه الأشياء محاصرون في جولة أخرى من الاتهامات المتبادلة، فقد كانوا تقدميين للغاية بالنسبة للناخبين المتأرجحين، أو كانوا اشتراكيين للغاية، أو كان لديهم عداء مبالغ فيه تجاه بعض السياسات الطموحة مثل الصفقة الخضراء الجديدة
أو أنهم لم يكونوا تقدميين بشكل كاف لإلهام الناخبين الديمقراطيين للذهاب للتصويت، ولكن يجب أن يفهموا أنه لا توجد طريقة لتفادي خيبة الأمل، فهناك ثلاثة عوامل تفسر في الغالب سبب عدم كون أداء الديمقراطيين أفضل من ذلك، وهي منطق الاستقطاب الحزبي، وقوة الاقتصاد الأمريكي في فترة ما قبل كورونا، ونجاح ترامب في الإنكار، وفتح كل شيء وعدم الاستجابة للوباء. وقد نجحت هذه الاستراتيجية المروعة في الصب في صالح الجمهوريين. والويلكنسون يضيف إن أداءهم أي الديمقراطيين سيكون أفضل بكثير، وإلى أن تنتهي موجة الاستقطاب المحيرة للعقل هذه، فإن كل الأمور المهمة في البلاد ستكون محل نزاع حاد، كما أن أفظع حالات الفشل ستستمر في أن تكون بلا عقاب. وصلنا الآن إلى المقال السادس، وهو منشور في صحيفة عربي 21، وجاء فيه قضية التطبيع وملفاتها السرية بين الكيان الصهيوني ودول عربية، موضوع تناوله الكاتب حلمي الأسمر في مقالة جاء فيها. هنا يبرز دور القابضين على جمر فلسطين في التصدي لهذا السيل الجارف من الكذب، ليس بالشتم واللطم بل بإخراج وثائق الماضي وقذفها في وجوه الذين لم يزالوا مخدوعين بأكاذيب النظام العربي وألاعيبه. العلاقات السرية بين الكيان الصهيوني وبين عدد من الدول العربية المؤثرة لم تنقطع حتى في أدق الظروف. كتب التاريخ التي ملأت أرفف مكتبات الغرب تتحدث بتفصيل ممل عن هذه العلاقات واللقاءات على أكثر من مستوى. كثيرون لا يعلمون شيئاً عن هذه العلاقات واللقاءات، بل ربما كانوا غير معنيين بهذه المعرفة لأنهم أسرى لما يغذيهم به الإعلام الرسمي العربي والأذرع المساعدة له من نخب صنعت على عين الأنظمة، ومهمتها الرئيسة الترويج للزعيم وإبقاء الجمهور العربي في غيبوبة. مع خروج العلاقات العربية الصهيونية إلى العلن، بدأ كثيرون ينبشون في كتب التاريخ بحثاً عن جذور هذه العلاقات. كيان العدو الصهيوني لم يكن ليقوم أصلاً لولا الدعم الكبير الذي وفرته أنظمة العرب له، ولم يكن ليستمر في التمدد والتعاظم لولا استمرار هذا الدعم عبر قنوات سرية في الماضي تحولت اليوم إلى سياسات رسمية معلنة. من المؤلم القول هنا إن الكذبة التي استمرت عقوداً طويلة باعتبار العرب قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى لم تكن غير خديعة تخديرية هدفها تمييع القضية وابتذالها وسحق أي محاولة تستهدف تحرير فلسطين فعلاً، وكانت الخديعة إياها تأخذ أشكالاً عدة من التآمر السري وتمزيق الصف وتخريب الوعي الجمعي العربي وتشويه سيرة النضال الفلسطيني لتهيئة هذا الوعي للتسليم بوجود الكيان الغاصب. يضيف حلم الأسمر: قيل قديماً إن الطريق إلى القدس يمر عبر العواصم العربية، وربما كان هذا القول يثير سخرية البعض، بل عد أحياناً محفزاً وباعثاً على الفتنة، ولكنه اليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح حقيقة جارحة بعد أن تأكد أن رعاة الكيان الحقيقيين لم يكونوا في واشنطن وباريس ولندن فقط، بل كان لهم أعوان مخلصون في غير عاصمة عربية أصبحت اليوم تحتفي وتمجد وترحب بالاحتلال الصهيوني بوصفه تطبيعاً لعلاقات كانت فيما مضى سرية وغدت علانية. الآن إلى هذا الخبر المنوع الذي اخترناه لكم، وجاء فيه: ظهر هيكل معدني مماثل لذلك الذي اختفى من ولاية يوتا الأمريكية على إحدى التلال في رومانيا على بعد أمتار قليلة من قلعة تاريخية. وبحسب موقع لبايبيل فقد تم العثور على الهيكل في باتكا دامينيه هيل في مدينة بياترا نانت التي تقع في شمال شرقي مقاطعة ميت في رومانيا في 26 من نوفمبر تشرين الثاني. ونقل الموقع عن المسؤولين أنهم ما زالوا لا يعرفون لمن ينتمي هذا المجسم،
وفتحوا تحقيقا في سبب وجوده. وكان مكتب إدارة الأراضي بولاية يوتا الأمريكية قد أعلن السبت اختفاء كتلة معدنية عملاقة مشابهة لتلك المكتشفة في رومانيا، كانت قد اكتشفت في الصحراء في جنوب شرقي الولاية. وقالت الوكالة حينها إن جهة غير معروفة أزالت القطعة المتراصة في وقت ما من مساء الجمعة. وكان طاقم من إدارة موارد الحياة البرية في ولاية يوتا على متن مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة في الولاية اكتشف كتلة غامضة بارزة من التراب الأسبوع الماضي. وتداولت تقارير عالمية ومواقع التواصل الاجتماعي هذا الاكتشاف مع نظريات تربط بين الكتل المعدنية والفضائيين. في المقابل رجح المسؤولون أنه من الممكن أن يكون قد تم بناء الجسم المعدني من قبل فنان أو معجب كبير بفيلم سبيس أوديسي، إذ يشبه الجسم المعدني الآلات الموجودة في قصة آرثر سي كلارك. نلقي نظرة وإياكم على الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام، دائما كونوا بخير.